السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أجواء مستقرة تميل إلى الحرارة ورطبة إلى رطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والجزر بسبب الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية. سرعتها الليلة تراوح ما بين 8 إلى 32 كيلومتر بالساعة، ومتوقع تحول للرياح هذه الليلة خلال الساعات القليلة القادمة إلى رياح شمالية غربية تقل معها نسبة الرطوبة النسبية تدريجيا. وحاليا على مدينة الكويت سماء خالية من السحب ورياح جنوبية سرعتها 10 كيلومتر بالساعة. ساعة درجة الحرارة حاليا 30 درجة مئوية، حول 50% رطوبة نسبية، ورؤية أفقية جيدة 10 كيلومتر. امتداد منخفض مرتفع جوي هذه الليلة راح يسيطر علينا ويحول الرياح إلى رياح شمالية إلى شمالية غربية، توقع أنها تستمر معنا خلال الأيام القليلة القادمة، وأيضا عبور لبعض السحب العالية على بعض المناطق. الليلة رياح شمالية إلى شمالية غربية سرعة تتراوح ما بين 8 إلى 32 كيلومتر بالساعة، فرص لبعض السحب العالية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة منتصف هذه الليلة تراوح ما بين 28 درجة مئوية على السالمي والعبدلي، وتصل إلى 31 درجة مئوية على الوفرة، متوقع أيضا 30 درجة مئوية على مدينة الكويت والسواحل والجزر. درجات الحرارة تراوح ما بين 28 إلى 27 درجة مئوية، واستمرار الرياح الشمالية إلى شمالية الغربية صباح الغد سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة. درجات حرارة معتدلة بوجه عام خلال ساعات الصباح الأولى تراوح ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية على مختلف مناطق البلاد. أجواء حارة أيضا مستمرة معانا خلال منتصف نهار الغد، واستمرار الرياح الشمالية الغربية تنشط على فترات سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة، وأيضا درجات الحرارة متوقع أن تتراوح ما بين 43 إلى 42 درجة مئوية على المناطق الصحراوية. مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي حول 40 إلى 38 درجة مئوية. أما الجزر والسواحل درجات الحرارة متفاوتة ما بين 38 إلى 30 درجة مئوية. الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة متوقع الأجواء البحرية تكون الأول ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من 2 إلى 5 أقدام، متوقع ارتفاع الموج خلال 24 ساعة القادمة، وموعد أذان الفجر الساعة 3:34 دقيقة، شروق الشمس 5 دقيقتين، وموعد شروق الشمس الساعة 6:28 دقيقة. أما الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة على مدينة الكويت، استمرار الرياح الشمالية الغربية معنا خلال 5 أيام، وأجواء حارة خلال النهار تكون مائلة للحرارة إلى معتدلة في آخر الليل. درجات حرارة من 40 إلى 41 درجة مئوية متوقعينها يوم السبت والأحد، أجواء مشمسة معظم الوقت و27 درجة مئوية لأدنى حرارة، ومن 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة سرعة الرياح متوقعة خلال يوم السبت وأقصاها 30 كيلومتر بالساعة في يوم الأحد، واستمرار الرياح الشمالية الغربية معنا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، وارتفاع درجات الحرارة أيضا متوقع خلال يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء من 41 إلى 43 درجة مئوية، ومن 27 إلى 28 درجة مئوية متوقع لأدنى حرارة. تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة وعودة للزملاء بعد درجات الحرارة والطقس حول العالم.